اللي فات مات وفؤاد راه استعرف بالغلطة تاعو. الله يخليك بابا سامحو في وجهي أنايا. نسامحو في وجهي. معليش. الحمد لله. روح يا وليدي، روح جيب المرة تاعك وخلينا نعملو فرح كما يفرحوا الناس كل. مكان الله يا بابا، خلينا نديرو عرس كبير، عرس كبير بالمولود جديد. مولود يسرى راهي حامل وقريب تولد. نحلف لك يا بابا كنت راجع قبل ما تولد، قلت كي يجي عندي المولود لازم يعرف اعظم انسان اللي عرفته واللي هو انت. اسمح لي بابا. اسمح يعني على كل حال على حسن ما راني نشوف انا بلي راح نولي جد. وانا عمة. هو مستحيل، لا تقول لي لا نقول لك. مستحيل مستحيل بنت تدي راجل على مرته، وزيد وش يخصها؟ قول لي وش يخصها؟ وعليه في بالك خلاص الرجال درك؟ نعاودوا الكلام ماما، قداش المرة هضرنا في هذا المشكل؟ قلت لك بنتك ما تلقاش واحد خير من كريم، انا عرفته وعاشرته سبحان الله. ونزيد نقول لك المرأة تاعو يجي نهار ترجع لبلادها هي وولدها. ايه يا ما الزوج ابو حايد كيما هاك وهربوا خلاهم ما دوم له غير بنت بلاده. بصح يا ولدي راك قلت لي مش مفرط وما راهش حيفرط فيها. ايوا صح ما يفرطش فيها وهي تاني ما تقبلوش. نزيد نقول لك من حقه يعود عليها الزواج. صح يجي نهار وتروح ماش راح تقضي عمرها كامل وهي هنا، لازم ترجع لبلادها. وكريم رجل مليح تتمنه اي امراه. شفتي يما كي رجعتي لكلامي ها مالا فهميها وقنعيها يرحم والديك. قولي لها اخوك مد الكلمه وما يرجعش فيها. تعرف انا حبه كريم البنتي، رجل مليح وزيد عنده الدراهم وباباه راح يخلي له ورثه كبيره، والورثه هذه نتمنى تمتع فيها بنتي انا اختك. صح ما لازيدي فهمها خاطر انا مانيش راح ندخل معاه في هذا الموضوع، مديت الكلمه ما نرجعش فيها. انا نقول لها وربي سهل. صح درك خليني قرب الماتش راح نتفرج تلفزيون. ها السلام عليكم. السلام. مساء الخير عمي علي. نقول لك عمي علي الغلطة مني، بس حنصارحك ونعاهدك باللي ما تزيدش تصرح حتى حاجة اللي تقلقك. معليش يا وليدي اللي فات مات، ما نزيدوش نهضروا في هذا الكلام. ماذا بيا تتهلا في يسرى بزاف بزاف، خطر عزيز عليا من دوم خاوتها. كنت مهني عمي علي. يا
السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كريم مازال زفان عليا. ما ديري والو في بالك يا بنتي، كل شيء راح يرجع لحاله ان شاء الله. يسرى راكي واجده؟ ايه راني واجده. مازال الحال يا وليدي، قعدوا تعشاو. لا لا صح، مره جايه انا لازم نروحوا خاطر رانا مضيفين عند بابا. روحوا بسلامه بنتي، روح بسلامه. عمالي سلام عمي. سلام بابا. وش بكي قاعده تخمي؟ انا ما نتزوجش بيه، راهو متزوج وعنده طفل، تاني عمري ما درته في بالي. يا بنتي لك راكي تخمي على مرته الاجنبيه، غير ما تخميش، غير تسمع بيه راح يتزوج تروح. وزيد كريم واش تخيري عليه؟ فهميني واش تخيري عليه. شوفي يا بنتي كاين غير حاجه واحده، سمعيني مليح، الا كان كاين واحد تحبيه مرحبا بيه، نكون في صفك، خليه يجي ويخطبك. ممكن كاين واحد، لو كان كاين واحد راني نحل فيه صباح وعشيه باش يجي يخرجني من هذا الجحيم. مادام ما كان حتى واحد وحابه تخرجي من هذا الجحيم اللي راكي تهضري عليه، ما قدامك غير كريم. يما فهميني فهميني، عمري ما تصورت بلي يجي نهار نتزوج مع كريم. تاني عمتي نجات ما راهيش عارفه، لو كنت عارف مستحيل توافق هذا الزواج. احنا واش راحنا في عمتك؟ مادام هو حبك خلاص. هو حبني هو فاتح، هو اللي قنعوا به يتزوج بيا. اسمعي، قنعوا ولا ما قنعوش، سمعيني مليح، خوك راه هضر مع كريم وكريم راه يستنى وش تقولي. كنتوا تضحكوا عليا، وقتها عندي قرار في هاد الدار، تتصرفوا فيا كيما تحبوا، تحكموا فيا كيما تحبوا، قرار خلاص ديه فاتح. ايما وعلاش نتزوج اي واحد غير كريم؟ لا يا بنتي الله يهديك يا بنتي. وش بيك؟ قولي لي وش بيك؟ قاعده تضرع عماتك، قولي لي عماتك قاعده الدار، وش راكي ديري؟ وش راكي ديري قاعده بين ربع حيوط؟ وش بيه كريم؟ مال متقف شايف دنيا، راكي تعلي معاه، وش بيك؟ شوفي يا بنتي راهو من دمك ولحمك، وليد عمتك. انا ما نقدرش نروح عند عمتي عروسه وهي مش راضيه بيا. ما كان حتى مشكل اذا كان مش حابه تروحي عندها عروسه، وش بيك؟ وش خصك؟ قولي لي وش خصك؟ خلاص قول له يعمل لك دار. مش هاد المشكل يا يما، مش هاد المشكل، كيف راح نواجه عمتي؟ كيفاش راح نقابلها؟ كيف راح تواجهي عمتك وكيف راح تقابليها؟ علاش قولي لي؟ وقتها رحتي لعمتك؟ صار لك سنين ما رحتيلهاش، علاش؟ عمتك تحب الاجنبيه اكثر منك، روحي لها خليها تحبك، خليها تولف بيك. زيدي يا بنتي نقول لك انا ام ونعرف واش تحس به الام. ما كانش ام ترضى بولدها يقضي طول حياته طول عمره مع وحده اجنبيه، تتمنى له ديما بنت بلاده. سمعيني مليح يا بنتي وخمي مليح. يا يما وعلاش راكي موافقه بهذا الزواج؟ على بالك بلي ما زلت صغيره، ولا حابين تغبنوني؟ ولا حابين تغبنوني؟ وعلاش يا ربي وعلاش؟ وين راكي يا بابا؟ شوفي هذا الكلام ما نحبش نزيد نسمعه، الماضي خليه لي انايا. صح كون عطا ربي، كون راكي تقراي، راكي في الجامع تقراي، بصح خساره وانت تعرفي واش كاين واش ما كانش. نقول لك حاجه يا نوره، خلي البير مغطي بخطاه وما تزيديش تعريه. واش تحبوا غلبتوني بهذا الكلام؟ زوجوني باي واحد، تصرفوا فيا كما تحبوا، زوجوني باي واحد. يا بنتي فهميني، راني امك، راكي العيني راني نشوف بها، كون ما عرفتش هذا الزواج رايح يعليك، راح يطلعك لفوق. كون راني عمري ما نوافق. خلاص يا بنتي خلاص، ها امسحي عينيك قولي، ها نقول لخوك راكي موافقه؟ خسري معايا نقول له راكي موافقه؟ يعطيك الصحه سيدي علي،
ضحكتني والله ضحكتني. هيا خليهم نسافر كي يستهزعوا شويه ونطلعوا حتى الفوق. يا سيدي يا ربي احسن نعاونك شويه صدقني. صغيرة ولو كان سبنارة نعمل أكثر من هذا الشيء. وأنا من بكري حبيبة بابا يتزوج بصح مسكين ضحى بزاف على جالي. شوفي بالك تزيدي تقولي هاد الكلام قدامه على بالك باللي يحبك بزاف. ربي يهنيكم وربي يعاود لكم الأيام اللي ضاعوا له معايا. الله يسلمك وانتي تكوني معنا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الشابة هذه شكون؟ بنت سعيد. هذه بنت عمي سعيد. كيف سموك؟ جميلة. عودي عودي. جميلة. جميلة. اسم على مسمى. وش راه عمي سعيد؟ لاباس الحمد لله. بابا وين راه؟ هاو الفوق. راه وحده ولا معاه ال مع الجماعة؟ أنا نروح أشوف بابا. كل شيء مبروك. لا يسلمك. على خير. أقول لك حاجة خالتي نجيب ما يطولش ويخطب بنت سعيد. إيه بصح حاول هنا. بصح أنت كيفاش فقتي؟ راني نقول لك وقريب تقولي لي عندك الحق. هي على كل حال شابة ما خصها والو، خدعتها غير صحتها مسكينة. نجيب راني نعرفو قدام الدراهم ما يعرف لا صحة لا مرض. ما تهضريش هكذا ماشي مليح، طفلة شابة وقادرة تعجب أي واحد مسكينة، غير هي اللي دلع روحها. دو تفاصون كيما يقولوا كي فيفغا فيغا. كل شيء بالمكتوب. Thank you.
فعلا مش قالك طبيب؟ لو كان غير ما رحتلوش زاد هبط لي المراع. غير ما تخلقش روحك، هادي هما الطب تاعنا، كي تغيب لهم وما يصيبوش واش يديروا يقول لك راك كونطاني، راه يروح يشوف واحد اخر خير لك. راني متاكده باللي راه اللي يقول لي فيه طبيب هذاك هو، وزيد تاني ما نزيد نروح لعند حتى طبيب، كرهت. خلاص دوك راح نولوا للتكعير تاعك هذاك. كمال انت مازالك تحب الاولاد؟ معلومة مازالني نحب الاولاد، بصح الله غالب ما كانش الاولاد واش نديروا نطيروا. بصح يا لامي نقول لك صح، انا عندي امل كبير كبير باللي راح يكونوا عندنا الاولاد. خير ما تقلقيش روحك بالعقل برك. كمال راني حابه نقول لك حاجه بصح ما تزعفش عليا. نزعف عليك انت يا لامي؟ علاه؟ سي سيغ ما رايحش تزعف عليا. لامي كمان مش بيك. كمال لازم نطلقوا. انتي لم يرك تهدري في الهدرة هذه، كأنه بيناتنا غير الأولاد. علاقتنا قبل الأولاد كيفاش كانت لامي؟ كمال قبل كان عنا الامل باش يكونوا عنا الاولاد، بصح درك راح الامل خلاص. يعني كي خلاص الامل خلاص؟ لامي واش بيك؟ كانه عمره ما كانت حاجه بيناتنا. هضر بالعقل يمك، راهي هنا درك تسمعنا. كمال فهمني، انا راني نخمم عليك. واش تخمي عليا؟ تخمي عليا تقولي لي طلقني؟ واش كاين؟ واش بيكم تداوسوا؟ وين راك رايح كمال؟ راني راح ندور. واش بيك لاميا؟ مازالك في الدواس والتشقلاله، ما تنعنيش الشيطان. واش بيك؟ اقنعيه انت باش يطلقني. واش هاد الكلام لاميا؟ هبلتي يا بنتي نعلي الشيطان؟ الراجل شاد فيك وانت يا كل يوم تشقلاله وكل يوم زعف على حاجه ماكاش، ما تحشميش. يا يما فهميني، انا راني نخمم عليه، ما نقدرش نعيش معاه وانا ما رانيش قادره نجيب له الاولاد. مكتوبنا جا كيما هك لازم نطلقوا. اذهبي عليا، ما تزيديش تعاودي هذا الكلام قدامي، سمعتي؟ محسوب الشيطان قادر يخرب لك دارك وانتي تتفرجي فيه، الله ينعلو ويخزيه. كيما حلفت المره الاولى تلقي من الدار، كيما نحلف هذه المره ما راكي خارجه من دار وليدي، فهمتي؟ غلطت مره وحده ما نغلطش مرتين. يا ربي ان شاء الله برك تسمح لي. وش بيك؟ انتبهي لروحك، فيقي. ها نخليك تخمي شويه مع عقلك، الدراري مازال كي صغيره. الو صح السيد، واش ريحت شويه؟ لاباس الله يهنيك. هاو جاني الطفل بالك نخرج شويه نحي شويه على خاطري راني تغميت هنا. انت كي يكون عندك الوقت هاك تجوز ليا في القهوه وين مال فين نتلاقاو. صح هيا بقى على خير، ها تهلا في روحك. ها صح بابا، بصح ما قلتليش باللي عمي سعيد عنده طفلة شابة. شابة برك، شابة بصح الله غالب مريضة مسكينة. علاه؟ وش بها؟ مرضت مرض السكر،
من الوفاة نتاع يمها ربي يرحمها جاتها الخلعة هذيك وزاد لها حتى قلبها. كي تجيها لا كريز راه يطيح تتبغى تموت. مسكينة بصح بابا ولا غير هايلة. ومرض السكر هذا يمنعها باش تزوج؟ ما يمنعهاش بصح باباها ماهوش حاب يزوجها، خايف عليها بزاف بزاف. وعلاه زعما كش ما خطبوها من قبل ولا؟ ولو فات يا وليدي اللي خطبوها. بصح على بالك هذا الوقت كاين بزاف الطماعين، على بالهم باللي باباها عنده كاين له المال. ما لا قال لك نزوجو بها باش غدوه كي توفى كلش يولي ليها. و عمي سعيد ما عندوش ولاد اخرين ولا بنات اخرين ولا عنده غير هذه؟ سعيد مسكين، سعيد مسكين تربى يتيم ما عندوش بابا، عنده عم واحد برك وما يعرفوش. سعيد تربينا انا وياه كل خوا، تربى غير مع يماه، تربينا في حومه واحده وكبرنا كيف كيف وعشنا كيف كيف. حلينا واحد الوقت حانوت انا وياه نخدمو شويه نبزنزو. نهار طحت انا باراليزي هو اللي وقف معايا وكمل يخدم حتى كبرتكم رجعتكم رجال. اليوم حبيت نكافيه سعيد، حبيت نخليه يلتهب بنته وانا نلتهى له برزقه ان شاء الله. الشي اللي حاب نقوله لك يا نجيب يا وليدي، مهما كانت الظروف سعيد هو عزيز عليا اكثر من خويا، ما نسمحش فيه. هذا ماضي كبير بيناتكم، هذه دي عشرة كبيرة بيناتكم بابا. سعيد أكثر من خويا يا نجيب يا وليدي، أكثر من خويا، يعز عليا أكثر من خويا وليد بابا ويما. ولو كان هكذا تجي في بالك تطلب له كشي حاجة ما يقدرش يرفضها لك؟ هذه بدون شك. نجيب واش راك قاصد بهذا الكلام؟ لا خطر انا على حسب ما فهمت يعني الحكايه اللي حكيت لي، نقول بلاك عمي السعيد يعزك كما تعزو، ولا هذيك حبيت نطلب منك حاجه. واش رايك لو كان تكلموا نتايا تقول له بلي راني حاب نخطب بنته؟ اللي ما يعرفكش يا نجيب يكذب. نجيب. نعم بابا. راني فاهم مليح واش راك حاب دير واش هو الهدف تاعك. ابدا ندير حاجه كيما هذه لسعيد، ما ندخلش في الشؤون هذو ونحيها من بالك، ما تزيدش تحاول تهضر عليها. خلاص تفهمنا؟ صار هكذا. لو كان كمل خويا جا قال لك شي حاجه تم تفرح وتروح تنفذها له، بصح كي تجي من عند نجيب لا مانيش عارف انا واش درت انا باش تكرهني كيما هكذا. استغفر الله، انا نكرهك؟ كي انت كي كمال كي كريم عندي وكل راك ولادي، ما عنديش فراق بيناتكم، وانما راني نقول لكم فاهم فيك. سعيد راه اكثر من خويا، يعني ما نقدرش ندخل في حاجه كيما هذه. على بالي واش راك قاصد يا نجيب، نحيها من بالك، انا ما نقدرش ندخل في حوايج كيما هذو. لا دائما عندك الشك من جهتي انايا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نجيب انا راح نشوفه على القضيه هذه. شوف قسما عظما لو كان كش ما يسرى
دير مليح في بالك باللي راح نوقف مع السعيد وما نستعرش بيك انت، فهمت؟ رجال يا هيا نوض خرجني درك. من جهتي انا بابا كن متهني. على شيء كهذا وتجرع يا كريم؟ كي تعرفي حقيقة المشاعر تاعك يا لورا وسبقه وقلت لك على الأحداث والأسباب. وماذا تريد مني؟ ماذا أريد منك؟ حبك تكوني راضية برك. راضية على زواجك بغيري؟ أنا التي قبلت كل شيء منك، قبلت كل تغيراتك نحوي، وضحيت من أجلك الكثير، ضحيت بأهلي ووطني وبكل ما يربطني بماضية. نعم، وأنا مستعدة أن أضحي أكثر وأكثر وأتقبل كل شيء يصدر منك، إلا أن أوافق اقتسامك مع امرأة أخرى غيري. لكن كيف لك الشجاعة وأن تطلب مني طلب كهذا؟ كيف أتقبل لزوجي أن يتزوج امرأة أخرى غيري؟ لا، هذا غير معقول، غير منطقي، لا يتقبله أي عقل. لا. سبق يا لورا وقلت لك على الأسباب، وظن راهي مقنعة. وكل ما عملته لي يا لورا، قدمتي لي حبك، قدمتي لي كل شيء، كل شيء راهو فوق راسي. إي بصح راني متأسف بزاف، راني قررت وراني مصمم على القرار تاعي، فهمتيني يا لورا؟ رشيد، هذه مفاجأة ولا مفاجأة كما يقولوا بعض. لا مفاجأة ولا مفاجأة. أسلم واش راك لاجيب؟ لاباس كنت بخير؟ لاباس بارك لاباس. واسمو هذاك المدبر ما جبتوش معاك؟ عزيوزة؟ إيه. لا ما جاش معايا اليوم، جيت وحدي. ريحني جايك، ريح. صح. هاك تشوف أنا مع البلانات و. الله يعاونك يا خويا. سي كريم راهو ما نعرفوش يحوس يدير. كمال راهو مع المرا تاعو في مشاكل توجور. والباقي كامل على راسي أنايا. والمرشي هذا يا رشيد. إيه. نديه وربي كبير. ان شاء الله. سمعت؟ ان شاء الله يا خويا. دعوه رئيس راعات كبيرة عليه. انا درت سوميسيون كي الغاشي كامل. ايوه ان شاء الله ندير. ها جيتني في الوقت هذا وحدك وما جبتش معك المدبر، راك درت لي الماء في فمي. سير ما لا فيها افير جديده. وبيني بينك، لا شوف، غير ازرع ينبت من جهتي انا موتوس اي بوش كوزي دي. لا افير ولا والو، يتسمع عندي هضره بيناتنا خارج نطاق الخدمه. خير ان شاء الله. لا لا غير الخير. نجيب، واش رايك فيا؟ ام بونسكرو. كيفاش؟ لا راني نضحك معك، نضحك معك. واش معنى هادي واش رايك فيا؟ شوف، نهضروا مباشره، غير انا وياك خارج نتبقى في الخدمة. خلاص خير إن شاء الله. يتسمى شفت أختك عجبتني وحبيت نناسبك. أنيسة جيبي لنا قهوي. جيبي. يحب يقول إلا فهمت مليح، راك جاي يا سي رشيد تطلب الحسب والنسب من عندي. نعم. أيوة طلقت الاولى، قلت عاقره ما تضناش ما عليناش. طلقت الثانيه قلت يماها سحاره ما قلناش. طلقت الثالثه وقلت لا تشيتشي ما فيها باس. والرابعه حاب تخطب اختي. هذا كامل كنت مازال ما لقيتش اللي تليق بيا. وقيل درك لقيتها. ها اخت نجيب بنت سيد علي اللي عندها الميراث. نعم. قول لي رشيد،
راك باغيها هي ولا باغي ميراثها؟